إجبار أصحاب شركات الكابلات والدش دفع مبالغ مالية وبالدولار الفريش لبعض القنوات التلفزيونية البي سي الجديد والام تي في تحديدا أثار مشكلة كبيرة مع الموزعين الذين رفضوا تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية لمشاهدة محتوى هذه القنوات التي وقعت بحسب قولها عقدا حصريا مع شركة كيبل فيجن والتي تتعامل مع الموضوع الحساس بشكل اعتباطي واستنسابي وغير قانوني، وتهدد برفع دعاوى قضائية بحق شركات الكابلات في المدن والأحياء في حال تخلفوا عن الدفع وخيرتهم إما القبض بالفريش دولار وإما إجبارهم على حجب القنوات المذكورة عن منصاتهم. أصحاب الكابلات أعلنوا رفضهم الانصياع لتهديدات شركة كيبل فيجن، وأكدوا أن الموضوع يحتاج إلى نقاش وتفاوض مع كل القنوات التلفزيونية اللبنانية دون استثناء أو تمييز بين قناة وأخرى، وأن فرض ضريبة جديدة على المواطنين في ظل التدهور المعيشي أمر غير مقبول على الإطلاق، ويحتاج إلى دراسة عميقة واتفاق مع كل القنوات اللبنانية بإشراف مباشر من وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام، الذي أكد في بيانه الأخير أن الدولة وبموجب قانون المرئي والمسموع وحدها لها الحق في امتلاك وتنظيم الفضاء الإعلامي، وأن المرجعية لمعالجة الأمر هي الدولة عبر الحكومة ووزارة الإعلام. رئيس مجلس إدارة قناة الأم بي إن قاسم السويد أثار علامات استفهام كبيرة حول طريقة عمل شركة كيبل فيجن، سواء لناحية الرسوم العالية وغير المدروسة التي تسعى لفرضها على الموزعين وأصحاب الكيبلات، أو لناحية تعاطيها الاستنسابي، وإذ أكد السويد أن الموضوع يحتاج إلى إطار قانوني ولا يحل إلا عن طريق وزارة الإعلام والمجلس الوطني للإعلام. تساءل ما الهدف من تعمد شركة كيبل فيجن استبعاد أو إقصاء تلفزيون لبنان والمنار والأم بي أن والأو تي في عن الموضوع، الذي بات يثير تساؤلات حول الأهداف غير المعلنة لشركة كيبل فيجن، وإذا ما كانت مدفوعة لغايات سياسية للعب هذا الدور المشبوه. وكانت شركة كيبل فيجن وزعت بيانا حمل الكثير من المغالطات لجهة اعتبارها أنها تمتلك حقوقا وتعيد توزيعها وبيعها في السوق اللبنانية، وأن العقد الموقع من قبل الشركة مع قناتي الـ LBCI والجديد يأتي ضمن هذا الإطار دون أن يشكل احتكارا للسوق بأي شكل من الأشكال، وتقوم بإعادة بث المحتوى الذي تشتريه بحق حصري أو غير حصري. فمن أعطى هذه الشركة هذا الحق والامتياز لتفرض رسوما غير قانونية على المواطنين؟